وصلنا برحلة الميلاد إلى مدينة بيت لحم، مدينة داود، مدينة الميلاد، مدينة الرب يسوع. وصلنا إلى كنيسة المهد، أقدم كنيسة في العالم، وها إحنا أمام هذه الكنيسة. المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. أعزائي، منواصل دراستنا في رحلة الميلاد من مدينة بيت لحم، من كنيسة المهد. رح نشوف في هذه الجزئية وصول القديس يوسف والقديسة مريم العذراء إلى بيت لحم لتتميم النبوة، حيث ولد الطفل الرب يسوع، له كل المجد. من هذه المدينة أيضا رح نروح إلى حقل الرعاة ونكتشف ونشوف البشارة والأخبار السارة والترنيم، جوقة الملائكة عندما تحدثوا مع الرعاة وجاءوا مسرعين إلى بيت لحم. أدعوك أن تأتي مسرعا معي لكي نلتقي بهذا الحدث الهام في هذا اليوم.